السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ندير اكزرسيس تاع موديل بروسيس ستوهاستيك اي ابليكاسيون. نبدأ بهذا الاكزون، يعطيك قال لك اون كونسيدي لا شان دو ماركوف ادو ايطا. كيفاه دو ايطا؟ يعطيها لي هكا، واش معناها؟ عندي يعطي لي 0.4، 0.6، 0.6، 0.4. هذه كيف نفهمها؟ هنا انا نفهمها كيما عطاها لي في الشرح، كيما عطاها لي في الشرح نتاع الاخر. قال لي دو ايطا، واش معنى دو ايطا؟ قال مثلا انا ندير، قال مثلا ندير ا بي ا بي ا لهون. كيف هي صرا لي انا؟ واش معناها؟ معناها ال A وعندي ال B، عندي دو ايطا، ايطا ان اي دو دو، صح. ال A تمد للروحة 0.7. هذا في حالة لك سؤال قال لك ديزيني الجراف وعطيك الماتريس، ديزيني له هكا من الماتريس. شوف الماتريس ال A تمد لل A، سما تمد للروحة ب 0.7 وتمد لل B ب 0.6. البي كيف كيف تمد ل A 0.6، وتمد للروحة 0.4. هكا تمد للروحة 0.4، صح. في عندك شرط باش تعرف روحك صحيح ولا غلط. كاين شرط هو انك تقول له عند ال A الاسهم اللي خارجين منها، الأسهم اللي خارجين منها لازم يكون المجموع تاعهم احتمال يكون واحد. كما هذه 0.4، هذه 0.6، واش معناها؟ معناها 0.4 زائد 0.6 يساوي واحد. إذا كانت ماهيش تساوي واحد، عرف بلي راك الماتريس تاعك راك يعني تعاود تفيريفي منها، راك غلط، صح. خاطر أنا ما نقولوش هذه ماتريس سهلة تاع دو إي تبارك تاع أبي هكا بارك، بصح كون يكثر لك الماتريس يديرها لك 4 على 4 والله كذا، بالك تخلط لك في المعلومات. سما انت احرز روحك، احرز روحك من هذه الناحيه، انه في كل ايطا تجمع لها الاسهم اللي خارجه منها ولا الاسهم اللي داخله لها. انت خير اختيارك، المهم يكون المجموع تاعه يساوي واحد. به هذه اصلا هي الاحتمالات، الاحتمالات كامل لازم يكون الاحتمال يساوي واحد. اوكي صح. دروك عطاني معطيات، عطاني البي هذه وعطاني بي صفر هذا، صح. واش قال لي؟ قال كيل، قال لي احسب كالكيل بيدو ان، بيدو ان. انا دروك كيف او باتري، باتري اعطيها معليش، كملوا ثم ثم ان شاء الله، صح. كالكيل بيدو ان، صح. انا باه نروح نكالكيلو بقى، نروح نحسب له بدو ان. عندي قانون، وش هو القانون؟ نبدا له انايا نحسب له بي ا، نحسب له البي ا، ومن بعد نحسب مادام عطاني البي زيرو نروح نحسب له البي ا، نحسب له البي دو، ومن بعدها نستنتج له البي ان وش هو يساوي لك. مانيش راح نحسب حتى الان، انا ما نحسبش حتى الان. اوكي صح، نكمل نقول لك لهون فيت فيت كيف نحسبوا البي ا، كيف نحسبوا البي دو. بي ا يساوي لي البي صفر ضرب البي اللي هي البي هذه، البي صفر هذه، صح. وش يساوي لي؟ يساوي لي 1.0 ضرب الماتريس 0.4، 0.6، 0.6، 0.4. اوكي صح. دروك هذه كيفاه تكون النتيجة؟ صح، احنا عندنا الضرب الماتريس، الماتريس هذه تعتبر لي ماتريس. الضرب الماتريس في ماتريس كيف راح يكون؟ راح تكون لين هذه في الكولون هذا، ومن بعد لين هذا في الكولون هذا، فاهم؟ تسمى واش تكون لي النتيجه؟ تسمى 1.0.4 هكا، 1.0.4 زائد 0.0.6 في 0.6.
هذه تكون النقطة الأولى، شغل ولا نقولوا الفاصلة الأولى، ومن بعد الفاصلة الثانية تجي لهون، صح؟ واحد في 0.6 زائد 0 في 0.4، 0 في 0.4، صح. النتيجة راح تكون هذه تبقى 0.4 وهذه تروح بصفر وهذه تبقى لك 0.6. هاي راح النتيجة تخرج لي هذه بي دو أ، هذه هي بي دو أ، خرجت لي 0.4 0.6. الهون باه ثاني نعطيك حاجة باه تأكد منها ثاني، البي دو هادو قال لك احسب لي، قال مثلا احسب لي ايتيراسيو حتى الرابعة، هادو البي ا والبي دو حتى البي كات، تتأكد من حاجة واحدة انه لازم يكون المجموع تاعهم يساوي واحد، كيما عطاها لي الهون الضربة الأولى واحد صفر راهي واحد، الهون تقسمت لي ولا 0.4 0.6. المهم النتيجة المجموع راح يبقى واحد، ما يتبدلش، هذا هو الاخر. اذا تبدل اعرف بلي راك غلط في الحسابات، تعاود تفيريفي روحك في الحسابات. اوكي صح، دروك نروحو نخدمو البيدو. البيدو واش يقول لك؟ البيدو يقول لك البي زيرو ضرب البي اس 2، لهون البي اس واحد، واحد ما ياثرليش، لهون 2 تاثر لي، سما نروح انايا الماتريس هذه نروح نربحها باه نضربها في البي زيرو. والله عندك طريقة أخرى اللي هي تساوي البي أ في البي، اللي هون البي كيما هذيك تاع المتتاليات تاع لو كان نلحقوا القانون هي كي شغل راني هي نوع القانون ما تكتبوش هو الأول، لازم تجيبو هكا صح، كما كي نكتبوا القانون خرجوه دير هكا تحسب البي أ هذه لا عطاك هذه النتيجة، لا عطاك هذا القانون الضربة الأولى، باه يقول لك اون راك غلط لي في البي أ، تروح تعاود دير غير بالمعطيات اللي راه دايرهم لك هو وتحسب بهم، فاهمة؟ بصح هذه باينة، أنت يا مادام تأكدت بلي راه المجموع تاعهم يساوي واحد، دير كتاك صحيح، هذه أول حاجة شرط تتأكد منها، باه تعقب لي هذه، باه تقدر تخدم بهذا القانون، تتأكد بلي راه هذيك راه صحيحة. وهذه بنت اكدوا بها صحيحه نجمعوا هذا الزوج يساوي واحد، ثم بون راح يصحح، ثم نروح نخدم هذه كيف كيف، نهز هذو اللي هما 0.4 0.6 ونضربهم في الاولى اللي هي بي اللي هي 0.4 0.6 0.6 0.4. والله عندك طريقه تروح تربع هذه وتضربها في الواحد صفر عادي 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 في بدايتي. اوكي صح، البي دو النتيجة نحط لكم النتيجة ديريكت خاطر فيها حسابات شوية، لأنه فيها والله نحن ندير لكم الحسابات ولا راكم تزبينا والله. صح، 0.4 في 0.4 زائد 0.6 في 0.6 ندير فاصلة صح، ومن بعد 0.4 في 0.6 زايد 0.6 في 0.4 صح. النتيجة أنا حاسبها من قبل باه ما نضيعوش الوقت برك، وتخرج النتيجة 0.34 فاصل 0.48. تيسكو صحيحة ولا غلطة؟ أواه راني غلطة. تخرج النتيجة نورمال مو 48 48، تأكد منها سما هذه تخرج لي 0.52. والله نختمها بالآلة الحاسبية عادي يا سيدي، أنا لا أعطني كاليكاتريس. دروك ندير 0.4 مابغيش تكتب 0.4 ضرب 0.4 زايد 0.6 0.6 ب
ضرب صفر فاصل ست. هذه هكا أكد برك صفر فاصل ربعة هكا صفر فاصل ستة، وهذه إيه خرجت النتيجة صفر فاصل خمسة وأربعين. النتيجة صفر فاصل خمسة وأربعين ستة هكا خرجت. والثانية أنه ممكن نقص الواحد ناقص هذه تخرج النتيجة، ما تروحش تاهي تتعب بزاف. أوكي دير ناقص واحد تخرج صفر فاصل هكا، فهمة فهمينا هذا هو الآخر. شوفوا الباطري برك أوكي هكا. هذه تاع البيدو صح، انا واش راح نقول له ما نزيدش راح نخدم البي 3 خلاص درك هاي باينه القضيه واش هي. البي دو ان كيف قضيته هو انه البي 0 ضرب البي اس ان فقيه صح، ونقدر نقول له بلي راح يساوي لي في بي دو ان ناقص واحد في البي في البي. هذا هو الحساب حسبت له هكا صح. السؤال اللي موراه يقول لك ديتيرميني لا لوا بي دو ان. السؤال اللي وراه هذا واش يقول لك؟ يقول لك ديتيرميني لا لوا بي دو ان. هذا هو الاخر زعما نقول لكم قبيل انك دير 2 ناقص 0 تاع هذه، وهنا تكون ان ناقص ان تبقى لك زايد واحد، ناقص مع ناقص تولي لك زايد واحد، ان تروح مع ان تبقى البي بارك. عنها قلت لكم قبل ترجع المتتاليات انه ندير ان ناقص بي، وهذا هو البي راح يكون لهون. ثم اذا كان عندي صفر تولي ان ناقص صفر تبقى ان، قال مثلا لهون لهون راهي ها تولي تكون جي واحد ناقص صفر، لهون جيني اثنين ناقص صفر، وفي حالة أنه هذه تجي 2 ناقص 1 وهي 1 وتبقى البي. هذه هي واش حبيت نقول لكم كشغل نفس المتتالية تاع جديد. نشوفوا ورقة جديدة. أوكي صح، هذاك القبيل تاع البي دو ان صح. دروكا كيقول لك ديتيرمين لي لالو نكتب السؤال ولك ديتير ميني و بي دو ان على بانيش اسكو ميار 14 باطري 14 معليش. كيقول لك ديتير ميني لا لوا بي دو ان، كيف هندي لو انايا لوا بي دو ان؟ انايا مسبقا واش على بالي؟ على بالي انه البي دو ان يساوي البي دو ان ناقص واحد ضرب البي. يا اخي هذه واش اكتشفناها هذه واش اكتشفناها سابقا؟ ناو وي لوكين فور دروكا نخدمو بها ونحوسو على البي صح. هذه نجبدوها منا وهذه نجبدوها منا، واش يجيني النتيجة؟ تقول له البي يساوي لي البي ضرب البي يساوي لي البي هكا صح. انا البي هذا نعوضو، انا عندي لهم دو ايطا يا اخي، نعوض الاول قال البي هذا نعوضو قال ب اكس ايغريك، هذه تعوضها كيما حبيت صح. انا ندير له اكس ايغريك ضرب البي اللي هي القديمه اللي عندي، قولي هي واش هي؟ هي صفر نسيتها كيف تبدا، ها صفر راس الربعة صفر راس الستة صفر راس الستة صفر راس الربعة صح. واش يساوي لي؟ يساوي لي البي اللي هو نفسه اكس ايغريك اكس ايغريك عوضنا القيم برك. انا فرضت عندي بلي راه البي راح يساوي لك اكس ايغريك، وهذوك الاكس ايغريك هما اللي راح نلقاوهم، فاهمين؟ تفاعلوا معنا شويه سيدي، كيف تخلونا هكاك نهضروا وحدنا؟ بون
هادي واش تساوي لينا درك النتيجه؟ نحسب عادي اكس صح، هادي نحسب عادي هذا اللين في الكولون هذا واش يساوي لك؟ اكس يساوي لك 0.4 اكس زائد 0.6 يغريك. هذه النتيجه واش تساوي لك؟ هذه الفاصله الاولى اللي هي اكس تساوي لك اكس صح، والثانيه اللي هي 0.6 اكس زائد 0.4 يغريك واش تساوي لك؟ تساوي لي يغريك. هذه جمله معادلات، هذه جمله معادلات درك نحاول انني نحلها داكور اوكي صح. انا يا به ما ما عجبتنيش على بالك الصفر هذه فاصل ربعة وصفر فاصل الاخر، اي حبيت ان هاك فهم هاك فهم حبيت كامل نضربها في 10، نضربها في 10 باه تولي ربعة، ضربت في 10 جملة معادلات عادي تعرف تحسبها، تاع الربعة متوسطة تعرف كيف تحسبها. كي نضربو في 10 هذه كامل واش تخرج لي؟ تولي لي 4 اكس زائد 6 ايكغاك، هذه 6 اكس زائد 4 إيغريك هذه تساوي لي 10 إكس، هذه 10 إيغريك أوكي صح. دروك هذه كيف نحلوها جملة معادلتين؟ ب عادي نتوما على بالكم وأنا على بالي وكيف صح. 10 إكس نقلوها لهم واش تولي لنا النتيجة؟ تولي ناقص 10 إكس يا أخي، هذه سموها مسيد من واحد نجد، واش نجد؟ نجد انه العشرة اكس كما نقولوها منا تولي ناقص عشرة اكس ناقص ربعة هي ربعة اكس ناقص عشرة اكس زائد ستة ايكس تساوي لي صفر صح. كم بساطة تولي لي ناقص ستة اكس زائد ستة ايكس تساوي لي صفر يا اخي، واش تساوي لي؟ واش تساوي لي في الاخر؟ تساوي لي معناها 6 اي تساوي لي 6 اكس هكا. مانيش هذه نحطها في اطار امين ار يو ويذ مي اور نوت صح. ومن اثنين نجد بنفس الطريقه نحاول نلقى الاخر، عندي 6 اكس زائد 4 ايكغاك تساوي 10 ايكغاك، هذه نطيشوها منا تولي 6 اكس تساوي لي 10 ايكغاك ناقص 4 ايكغاك و6 اكس تساوي لي 6 ايكغاك، هذه نحطها في اطار من استبالك من 1 و2 نجد ماذا نجد؟ نجد انه اكس يساوي لي ايكغاك داكورا صح. انا عندي نتيجة، انا عندي مسبقا واش قلت لكم الضربة الاولى خلاص البي واش نلقاوها محققة كي يكون الاكس زائد ايكغاك يساوي لي الواحد، نروح نطبقوها لهون، عندي اكس زائد ايكغاك يساوي لي الواحد، ما معناه؟ معناه انه الاكس يساوي لي واحد على اثنين، ايكغاك يساوي لي واحد على اثنين نص نص. تتقول لي كيفاه بالك راهي الاكس قادر تكون 0.4 وهذيك 0.6 يا خويا يا اخي، وراهي الاكس اكس يساوي ايكغاك يا سيدي، نروح بالمنطقه تاعك التافه والاتفه، واش راح ندير يا سيدي؟ يا اخي الاكس يساوي ايكغاك، نعوض الايكغاك باكس واش تولي لي؟ تولي لي يا اخي 2 اكس تساوي لي 1، الاكس واش يساوي لي؟ 1 على 2، ما دام عندنا اكس يساوي ايكغاك يسمى الاكس يساوي 1 على 2 يسمى الايكغاك يساوي 1 على 2، هاي طايحه كيف كيف، ما تزيد لي الهضره والو صح. لا لوا هذا واش نهي مع الاخر؟ واش تقول له؟ تقول له راه البي الاخيره البادو بي ان هو البي راهنا لقيناه 1 على 2 1 على 2 هذا وما فيها وكل ما فيها و هذا ممكن صح. هذا هو التمرين، هذا هو التمرين وما فيه. عقلت عليها.
نشوف الاخر قديه بسيط الباتري. صح. سؤال تاع انه ليميت حسب لي بيدو ان لما ان رايح لزايد ما لا نهايه هو يساوي لك البي اللي هي اللي لقيناها 1 على 2 فيرجيل 1 على 2. هذا هي هذا هو الريزلت تاع ليميت بيدو ان. هذا هي هذا هو التمرين هذا هو كان التمرين الخاص بنا تاع انه نخدمو هذا ليكزوسان كان في لاسيري تاعكم يسمى ماذا بكم تطالعوا عليه وتشوفوا الحل هاني حليتو لكم لهون. هيا سلام.